أهلا وسهلا عد ما غرد الطير وعداد ما لاحت بوارج مع الغيب وعداد ما هلت دموع المحبين وعداد ما رحب عريب المناسيب أهل الشعر وأهل الأدب منبع الطيب ولو تمر تسمع دوم كثرة التراحيب ولو تمر تسمع دوم كثرة التراحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذا البرنامج، أعني به برنامج تراحيب، هذا البرنامج الذي أصبح برنامج العائلة العراقية وبرنامج العشائر رقم واحد، الذين يهتمون بالأدب بالشعر بالكلمة الطيبة بوحدة العراق المتماسك، وكلمة العشيرة التي تبقى هي كلمة الفصل والثقل العشائري المتواجد في كل مكان. ما راح نطول الهرج يا جماعة الخير، احنا اليوم في بلدة جمعت أكثر من 20 ما بين قبيلة وعشيرة ومكون، وبلدة ذكرها القرآن الكريم إن شاء الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. اليوم يا جماعة الخير احنا مع هذه الوجوه الطيبة واللي راح نسلم عليها وراح نتعرف عليها وراح نسمع الكلمات منها حتما، في مضيف الشيخ، في مضيف الشيخ بهجة عبد المجيد الربيعي رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد. أقول أهلي وعمامي وبعد إذن الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم بارك الله بكم. إذن اليوم احنا يا جماعة الخير مستانسين هذا بالاسم الطيب، اسم بلد، بلدة طيبة ورب غفور، ومستانسين بهذا الاسم، اسم بهجة. العرب كانت تتفاءل بالأسماء من البهجة، من السرور، من البشر. والله يا جماعة الخير ثلاث سيطرات أو أربع سيطرات الكل منها عبرناها ألا يسلمون ويرحبون ويهلون، وجينا اليوم هنا بمضيف الشيخ بهجة، وإذا الابتسامة والفرحة والناس القاعدة هنا ما شاء الله تعالى، والنوب تعجبك الكنية أبو غياث اللي نخوب قناة سامرة من زمان، لا أبو غياث ولا أبو غياث، واليوم وصلت الكاميرا إلى منزل الشيخ بهجة الربيعي أبو غياث. مساك الله بالخير يا عم الشيخ، وحياك الله ببرنامج تراحيب مع هذا الوجوه الطيبة، عشائرنا وأساتذتنا وشعرائنا ودبائنا وسادتنا الكرام، ونسمع منك شيء بالبداية البرنامج تراحيب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالبدايه نرحب بيكم، تسلم. اهلا وسهلا بيكم قضية سامرة، بارك الله بيك، والكادر اللي جاي وياها، فاهلا وسهلا بيكم في بلد بلد الشهداء، الله، بلد المقاومه، بلد الصمود، الله 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 الله. بلد اللي دفعت اكثر من 1000 شهيد من زمان النظام السابق لحد الان، الله 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 الله. والحمد لله بلد تلقاها كلية إن شاء الله يد واحدة، ومثل ما سموها إهنا قبل أولاد واحد، فتسمع النخوة من كل مكان والكل تركض عن النخوة. والنعم والله والنعم. والحالة اللي صارت عندنا ببلد، أو بالبداية أنا أقدم لك الشيوخ بلد إذا تريد همات بالاسم منك، مجيد القريشي، ما خلي ما أذكر اسم، إسماعيل المخزومي، شيخ قاسم المخزومي، باسم الغريري، مجيد العزاوي، شيخ خضر رئيس عشيرة الغرير ببلد، سيد علي عسادة، الشيخ عبد الزهرة عبد الغني هو ولد والله يحفظوه، الشيخ عبد الأمير العبيدي، الشيخ عبد الحليم الشمري، والشيخ هاني الخفاجي، وبصفي يا أخوي الشيخ عجيل رئيس عشيرة القوام، والشيخ موفق عزيز رئيس عشيرة طيفي بلد، الشيخ منصور الشامي رئيس عشيرة عنزة في بلد، عنزة وأهل عنزة الله حيهم، الشيخ جليل رئيس عشيرة ربيعة في بلد، ما شاء الله، الشيخ أبو عماد عبود العبو رئيس عشيرة الغرير في بلد، نعم، السيد عن عشيرة السادة في بلد، السادة هلا بالسادة هلا بالسادة،
الشيخ ابو حيدر عن حيدر. عن العبي عن البيات في بلد يلا البيات والشيخ البيات صاحب عن ربيعه عن ربيعه والشاعر مالنا المحبوب هو ابو جعفر والله يخفى القمر والشيخ خالد احمد هم من عشيره ربيعه والشيخ حازم من آل حداد الحسينيين الحداد السادة الحسينية والنعم منكم الشيخ مهدي عن البومدلل في بلد منو حافظ واحد قصي وحيدر ولد عمي ذولا من ربيعة عندنا ساكنين في بلد ما شاء الله حياك الله يبارك انت رئيس المجلس ورئيس مجلس الشيوخ حتما يلتقون معك ويقعدون وياك وتداولون وتباحثون وحتما المهمه على عاتقكم يعني مهمه كبيره جدا لا تقل عن مهمه القوات الامنيه اللي تحمي وتسهر وتحامي هذا البلد لانه الناس ترجع عليكم الكلمه اليوم للعشائر الفصل للعشائر القول اليوم للعشائر اذا ما العشائر تدخل في اي معضله أعتقد يبقى الأمر يعني معلق إلى فترة طويلة جدا نحب نسمع مثل هكذا أمور الأحداث اللي مرت عليكم إن شاء الله نقول غمامة وزالت وإن شاء الله راح تنطلقون إلى العراق الأرحب العراق الأوسع عراق المحبة عراق السلام عراق الحسين هذا اللي ضحى دائما وما أخذ من العراق كل شيء التضحيات اللي موجودة اليوم نحب نسمع منك يا عم الشيخ بهجة أبو غياث احنا من بداية 2003 يعني من سقط النظام لمينا عشائرنا كلها واحنا عندنا مجلس شيوخ عشائر موجود في داخل البلد بمنطقة الدوائر وهذه يومية احنا قاعدين ما عدا جمعة وسبت ما شاء الله. جمعة وسبت لا من نقعد وانما بقية الايام متواجدين هناك اللي ما عنده شغل يجينا ومنا ومنا ونحل مشاكل الناس إذا أكو منا وإذا منا يعني جميل. إحنا كل الوجوه هاي وهذول قليلة مو كل الشيوخ اللي موجودين عندنا لكن نعم. فاشتغلنا من ذاك اليوم ولحد الآن ويا المجلس المحلي أو ويا الحكومة المحلية لقضاء بلد وبالإضافة إلى محافظ صلاح الدين ما شاء الله وعندنا عندنا لقاء مميز ويا صلاح الدين ويا المحافظ ويا مجلس شيوخ العشائر ويا المسؤولين إن مكانة كبيرة بداخل محافظة صلاح الدين جميل. علاقتكم مع السيد المحافظ اليوم الحمد لله جيدة جدا جيدة. أكو تواصل يعني أكو من باب أنه شؤون المواطنين والناس والعشائر تدري أنه تحب تتواصل يعني القيادة العليا مع الفروع نعم. مع الإداريات مع هاي المسائل احنا ما اختلفنا ويا المحافظ لا هذا ولا القبل هذا مسالمين انتم دائما لا وهو دائما الرجال ابو مازن هو يحب هالبلد الحمد لله يعني كان يقول يعني كانت له فكرة ان يجي يسكن في بلد وقت الأزمة يا سلام لان هاي الأزمة اللي صارت على العراق ترى بس بلد والدجيل اللي صمدوا وقفوا بكل العراق بكل محافظة صلاح الدين وجون يمنا يعني النائب الأول لمحافظة صلاح الدين جاء سكن عندنا بلد هو وأهله وناسه يعني هو من منطقة الإسحاق اللي هم غاد من بلد شوية فبلد بيها ناس مسالمة وبيها ما يحبون إلا الخير للكل بلد عندها أكثر من 900 عائلة مهجرة الله. ساكنة عندنا بلد واللي هم من يثرب ومن الرواشد ومن العزة يعني من محيط بلد الكل هم عندنا ليش أقول لك لأن نفس بلد نفس طيب ما عنده أمور تعبانة ولا عنده غيظ ولا يدور ثار ولا منا لا الحمد لله اللي الحمد كنا وقفنا وإلهم وقفة يعني وقفة مشرفة على الساتر لما جاء بداية سقوط الموصل يعني احنا الموصل سقطت تكريت قبل ما تسقط يثرب سقطت الله. كلها بالهورنات الله. ما يعني انا احكالي مدير شرطة صلاح الدين تمام. يقول صلاح الدين سقطت بست سيارات هورن أيوه. ولا ما كل مقاومة ولا اسلحة ولا ابد ست سيارات هورن اللي يثرب هم هالشكل يعني سقطت يثرب واخذوا سيارات مال المسؤولين ومنا واحنا هم دني ساهمنا كبلد ساهمت برجوعهم خاصه ويا السيد ابو مهدي المهندس والسيد
حصائب أهل الحاق. تمام. يعني هم ذول اللي ساكنين ببلد واللي مثلهم بلد والقوة اللي يتمثل البلد هم اللي رادوا يرجعوهم، فإحنا اللي بينا الطلب، لكن بشرط تكون على الورقة الأمنية. لما يجينا النازح نشوف منو اللي عنده شنو الورقة اللي شو تقول عليه، أمن بلد ومن الديجيل وأمن القوات المسلحة. إذا ما عنده شيء يدخل، وإذا عنده شيء لا والله يعني بصراحة ما يدخلون أحد من عندهم. مرة أخرى بعد. لا بعد كافي إيه لأن إيه فمو كل مرة تصير الهوزة ومنا ومنا. جزاك الله خير أحسنت. هذه عشائرنا وهذول أهلنا وناسنا. بارك الله. والله يبارك. إحنا حتما راح نرجع لك على اعتبار نتكلم على عشائر بلد وامتداداتها مع المناطق الأخرى، وإحنا يمكن جتنا كثير من الشخصيات اللي التقينا بها ببرنامج خيمة وقصيد وبرنامج تراحيب، وأهدوا لهذه البلدة اللي يعتبرونها بلدة واحدة، وراح نتناقش بها أنا والشاعر البلداوي إن شاء الله، دجيل وبلد والضلوعية ويثرب وسامرة إن شاء الله نعتبرها منطقة واحدة، لكن لكل حادث حديث. بارك الله بيك شيخ بهجة أبو غياث، رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد، على هذا اللمة وعلى هذا الكلمة وعلى هذا الكلام الجميل أيضا اللي راح يوثق وراح يثبت إن شاء الله تعالى، وهي رسالة اطمئنان حتما إلى أهل قضاء بلد بأنه إن شاء الله أهل بلد خير وإن شاء الله الغمامة راحت عنهم. بارك الله بك. تسلم. الله تسلم. الله. أيضا معانا في هذا اللقاء واليوم الكلمات للمشايخ وراح نسمع الشعر الجميل، لكن معانا شيخ عجيل، ونقول مساك الله بالخير يا شيخ عجيل. سلام. ونسمع منك في هذا اللقاء وفي هذا المقام، وإحنا اليوم بديرة أهلنا وناسنا حقيقة، عندهن أهل بلد، رسالة توصلها البرنامج تراحيب لهذا المجلس الطيب المبارك عبر فضائية سامراء. أهلا وسهلا بكم برنامج تراحيب بفضائية سامراء. أكيد مثل هكذا برنامج هو يساهم بصورة مباشرة 100% على لحمة العراقيين وعلى تواصل هذه القبائل والعشائر من الشمال إلى الجنوب. احنا نتمنى أكثر الفضائيات تحذو حذوكم. ليش؟ قد يكون أكو حالات إذا نتطرق لها أو نستعرضها بهذا البرنامج، أكيد هذه تسوي لحمة وطنية ولحمة عشائرية. وأشكركم مرة ثانية على هذا البرنامج الجميل. في مدينة بلد أكو صورتين أحب أوضحك إياها. الصورة الأولى بلد مدينة السلام بلا شك بوجود أهلها وعشائرها وبوجود مركز السيد محمد، باعتبار ضيافة هاي الناس وضيافة هاي العشائر من كل الأطياف. احنا قبل بالسيد محمد نستقبل الريف كله، لأن التشوبية يصير بالسيد محمد زين، لازم ثاني يوم العيد التشوبية بالسيد محمد. ما شفنا ألوان، هذا من لون أحمر وذاك أخضر وذاك. هاي هسا جتي بهاي الأجندة البغيضة اللي وهمونا بيها للأسف. بلد منذ بداية الاحتلال عشائرها طلعت للشارع وبصورة قوية. أولا بلد الوحيدة اللي ما نهب منها ولا قلم أبدا، لا مستشفى ولا مدارس ولا دوائر، كلها قفلت بأمر من الشيوخ، طلعوا للشارع، أربعة على البنك، أربعة على الإعدادية الفلانية، أربعة على المستشفى. وإذا بلد نفس العمل مالها تفاجأ المناطق المحيطة تفاجأت بها. هذه ولحد إيش قص صارت تقلبات سياسية، هذا الثوابت مالنا يعني مال إنه أجي أفرد إعدادية عيب. هاي واحدة. اثنين قبولها لما يحيط بها في كل الأزمات، هذه مشهودة. عبر أحمد عبد الله عبد أبو مازن بال 2010 لو 2011 قال أنا أعتمد على مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد من الطارمية إلى الشرقات، نهاية الشرقات. ليش؟ ما دام الإنسان بصدره ماكو نية يعمل لله، ثق بالله لو كنا هيج ما تصير مشكلة. ما شاء الله. لا شوف شلون يعني عقدنا عدة مؤتمرات بالضلوعية وهم يسمعوني أهلنا بجبور وبكل عشائر الضلوعية بالإسحاقي ومصور عدنا.
قبل أزمة داعش، لكن الكذبة كانت كبيرة عليهم، المؤامرة كانت كلش قوية على كل العراقيين. بالتالي داعش أنا وصفته بكتاباتي اليومية كرات من الثلج تدحرجت من خلف الحدود، بدأت تكبر ما أن وصلت إلى أسوار بلد، والضلوعية، لأن الضلوعية أيضا وقفت بهذا العدد القليل، لكن وقفت ونطت شهداء، وأهل بلد سندوهم هم النادو بالتليفونات، أهل بلد قلنا لهم جيناكم. ما أن وصلت كبرت أثناء التدحرج، ما أن وصلت إلى أسوار بلد حتى تناثرت، فأصبحت كذبة. نسأل من الله أن يعم الخير والأمان على كل العراقيين بغض النظر عن اللون، عن الجنسية، عن الطائفة. أي كلمة أخيرة للأخوان النازحين، والله نتمنى يعودون، ونتمنى يأخذون حقوقهم، ونتمنى يحاسبون المسيء حتى ما يبقى بنصنا مسيء. وإذا احنا شنو، احنا بشر، يعني احنا بشر. هم انت من نشوف لك شرطي لازم لو واحد يضرب بيه راجلي قد يكون هذا مذنب، بس انت من قاعد تتألم. ايه فهذه، ونسألكم الدعاء واشكركم. تسلم وتعيش، بارك الله بيك، احسنت على هذا الكلام، على هذا التوضيح، وحقيقة رسالة قوية جدا، إن شاء الله وصلت إلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حتى أخذ كلمة شيخان الخفاجي، أخذ كلمة شيخان الخفاجي، وحتى بعدها نأخذ النفاصل يا جماعة الخير، حتى نعرج على شيء من الأدب والشعر، ومتواصلين مع كلمات شيوخنا وجهائنا وكباريتنا. لكن مساك الله بالخير يا شيخاني، وحياك الله اليوم هنا بهذا المجلس وهذا اللقاء الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بالفضائية سامرة وكادرها، ترحيب يا اهلا يا مرحبا، ما يقولون قبل على قد ما كدن ومدن هسه على قد ما افترويلها. يا اهلا وسهلا بكم، تسلم تسلم، والنعم بين اهلكم وناسكم وعمامكم، والله احنا يشرفنا ونستر ونورتونا اليوم. يا اهلا يا مرحبا، نص عمامكم واهلكم. تسلم. احنا اللي ماشي عند العرب هي الضيف والسيف، الله، وان شاء الله اثنينها موجوده ببلد. والنعم والله، والنعم بيش بدليل. يا سلام. من سقطت الحكومة الأولية جو أهل الكاظمية الأكثرية يعني على بلد، وما سوينا لهم مخيمات ولا قعدوا قرفانات، ببيوتنا خليناهم، وعدد كثير يعني آلاف. يا سلام. اللي ما عنده بلبستان يعني عنده مثلا زوبية بيت، خلاهم بلبستان، واللي بالبيت قام من بيت راح ويا أخوه عافلهم البيت وكذلك. حلو. فمن صارت هاي ان شاء الله هذه يعني المرتين بشغله الكويت وبشغله اللي سقط الدوله هاي سوتها اهل البلد، والعدد قلت لك الاف يعني الحمد لله، وهم يعرفونها ويشهدون بها اهل بغداد والكاظميه. ترد من ناحيه السيف بهاي شغله مال داعش، الحمد لله هم بلد نخذهم على يد واحد، الله، وتكاتفوا يعني اللي حمل سلاح من عمر 12 سنه وما فوق للشايب، عندك هذاك الشايب عمره 80 سنه هذا زيد ماهر، الله، عنده برنا يوميه هو ويا يشجعهم ويا ويا الوالي، ما شاء الله. والنوبه احنا الحمد لله يعني عندنا الضلوعيه ينخوننا، نعبر لهم سلاح، نعبر لهم عتاد، نعاونهم، واحنا متصلين وياهم، ونتناخى ناس تسند ناس، ما قصرنا وياهم يعني نهائيا. الحمد لله. الحمد لله، الشيوخ بلدها اللي شوفها هي اللي سندت داعش بزلمها وبسلاحها، وكان تمويل ذاتي يعني ما عندنا غير السلاح الخفيف. من عندكم منكم وبيكم. يا الله. والله بعدين الله يخلف عليك وعليهم اهل الجنوب جونا، وما ننسى فضلهم وما قصروا ويانا. اي والله، والنعم. عجبتني كلمة شيخ هاني قبل لا نصور، نعم، قلت بأنه بلد عراق مصغر. نعم. شلون يعني عراق مصغر؟ الجميع العشائر بالعراق هسا بيها. هسا احنا من نعد نقول من ربيعة، الحربة، العبيد، العزة، الخفاجة، الطي، البيات، الغرير، يعني كل العشائر اللي هي موجودة هنا بلد.
إذا تصير مشكلة ما بين عشيرة وعشيرة ما بين لقاء ولقاء شلون تحلونها؟ والله هي سبحان الله إحنا أخواتنا أولاد واحد ما شاء الله، والمشاكل ما أصير تقول تجي له وهاي نحلها بالمجلس اللي هو مجلس الشيوخ وسلامة شيخ بهجة، شيخ بهجة والنعم. نجي العائلة نقول له أنت عائل والراضيهم إن شاء الله ماكو شيء، وأبو حق نقول له أنت صاحب حق يا سلام وإن شاء الله ماكو مشاكل. أريد نسلم عن طريق فضايتكم على عمامنا خفاجة الله الله والله من شمال الجنوب يا سلام، اللي هم بالموصل وبقيارة وبالشرقات وبكركوك وبالدوز واللي بالبيجي وبتكريت ومن بلد اللي دجيل ونعبر منك على الكاظمية وبغداد وعلى الحلة اللي هو الشيخ العموم شيخ فخري منصور السماوي والنعم نعمة حالك الله يبارك بيك، وكل المحافظات يعني اللي من الجنوبية العمارة الناصرية الديوانية ما شاء الله، واللي الأمير اللي بيه ذاك اليوم زارني وزارتنا البركة شيخ عامر غني صقبان العلي الله يطول عمره انت العمر والعافية، ومشكورين وكل الهلا بيكم ويا هلا يا مرحبا ومن أهلكم لأهلكم تسلم والنعم منك شيخ هاني شيخ بارك الله فيك تسلم خفاجة بن عامر بن أبي صعصعة والنعم منكم بارك الله فيكم بارك الله بكل العشائر اللي حقيقة تقف وتآزر وتساند أهلها وناسها. إذن أحبة المشاهدين والمتابعين هذا الكلام الجميل وهذا الدقائق الحلوة اللي احنا حقيقة مستثمرينها ومع أهلنا وناسنا اليوم في قضاء بلد هذا الطيب المبارك، ناخذ فاصل وبعد الفاصل حتى نسمع حديث الشعر والأدب أيضا في هذا القضاء والذي له حتما فيه النصيب الأوفر. إذن هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعين لكم، فابقوا معنا وحياكم الله. يما يا ولي بينا بين البعد طال يا ويلي ويلي والعين مو بين البعد طال ويا احباب صار سنين يما يا ولي اهلا ومرحبا بكم احبة المشاهدين والمتابعين، اليوم في هذه الامسية الجميلة لا زال حديث مشايخنا وشيوخنا الوجهاء الحديث العذب السلسبيل الذي ينزل على القلب كما ينزل الماء البارد، من اجل ايش؟ انه احنا الحمد لله لا زال الخير باقي، ومثل ما تعلمنا منهم انه اذا اكو بالقلاص شيء من الماء فالعرب ما تقول هذا قلاص فارغ، وانما ننظر الى الكاس المملوء واذا كان هناك شيء من حديث الشعر والادب ولا يقال للكأس كأسا الا اذا كان ممتلئا، اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى ويسقون فيها كأسا، اما اذا كان فارغ فيسمى قدح ولا يسمى كاس. مع حديث الشعر مع حديث الأدب اليوم أيضا معانا الشيخ عبد الأمير العبيدي، مساك الله مساك الله بالخير يا شيخ عبد الأمير وحياك الله. الله محييك ألف هلا بكم، تسلم ألف هلا بقناة سامر الفضائية، تسلم وبرنامج تراحيب، تسلم وتعيش. وملقيكم صغير عندي شيء بسيط، يلا نسمع. نقول أنتم مو ضيوف أبدا ولا خطار، الله الله أنتم عزاز عندنا وأنتم أهل الدار والنعم منك، أهلا بكم. تسلم. احنا هالبلد قال عمي الشيخ بهجت ابو غيال رئيس المجلس، احنا عشيره واحده كنا بلد الحمد لله، وهاي يشفد شيء بسيط البلد زين، وحق انزل القران واحد واحد، تعاهدنا وبنينا حلف واحد واحد، تناخينا وصرخنا اولاد واحد، وصرنا سور البلد ضد الداعشيه. الله شويه هاي هم احنا يعني احنا وعمامنا الاطراف زين، يعني وحق انزل كتابة وسنة داعش بس حزن جانا وسنة، تعاهدنا عهد شيعة وسنة حفظنا بلادنا بخلف الخوية. الله 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 الله. السيد محمد أبا جعفر احنا قاعدين فيها، هو حامي الجار هو حمانة هو حمال البلد. السيد محمد إيماننا وجدنا وعلي الكرار هيبتنا وجدنا غيرتنا على أمتنا وجدنا، تظل أعلى الأهل غيرة وحمية. والسلام عليكم. عليكم السلام.
هلا 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 بجاي انه وقاصد من بعيد وهلا هلا بكادر قناتك والقمر يزهر والنعم منك هلا بجاي انه وقاصد من بعيد وهلا بكادر قناتك والقمر يزهر يا ابو فرقان يا ابو فرقان تسلم تعال وشوف ديرتنا عيد بعيد وعلى رص الصفوف الغيرة الجمهر والنعم احنا اهل الكرامة بغير تحديد وبسر مرة هاليوم نتصور الله الله سامرة وبلدنا بالعراق تشيد وعراق الكرامة على العلا تأمر هلا بالجاي لنا وقاصد من بعيد وهلا بكادر قنادك والقمر يزهر حياكم الله والنعم منك ابو جعفر تسلم وتعيش بارك الله فيك تسلم الله عندي قصيده على ديرتي هذه هاي ترحيبيه لك ولاهلك وحياك الله وكل خطوه تعيش بالف هلا تعيش اقول احنا اولاد واحد تشهد الناس الله الله احنا اولاد واحد تشهد الناس وديرتنا بلد تنزوب اهاليها قائدنا اسدنا اللي يشبه العباس ابو جعفر محمد وابن هاديها كل بيت ببلد ديوان للاجناس واجناس الخلائق كلها تدريها بحرنا بالكرم والجود ما ينقاس لان سبع الجزيره هل اسد بيها لان سبع الجزيره هل اسد بيها صلوات نعم الله يصلي على محمد حياكم الله عشت يا ابو جعفر بارك الله فيك شيخ بهجتي يقول قليل منك يكفينا ولكن قليلك لا يقول لا يقال له قليل زدنا ازادك الله عراقيك الوطن عراقيتي الوطن مدم عراقيتي يا سلام. أنا ابن العراق وموطني بيتي أنا ابن النجف والحلة والمشخاب وأنا ابن الجنوب البصرة ببيتي الله الله. خوالي بالشمال بنينة والحجباء وهالبيج عمامي وأصلي تكريتي الله الله. الجبل بالهور شامخ يشهد لنا الفاو وابن الفاو قال أنا الأصل هيتي السماوة تعشق الأنبار وساوة تنبع براوة وحديثة تخاطب حصيبة وتقلها الكوت ترشيتي المندس ولك 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 إحنا عراقيين أهل طبع الوفا والطيب حنيتي المندس ولك إحنا عراقي حسين وعراقي المجد سلت على طاقيتي عراقيين احنا ويشهد التاريخ اهل سومر وكد والهيبة ماهيتي عراقيين احنا ورغم اهل الكون ومن حيدر علي الكرار تربيتي تربينا بحضور راعي الفخر عباس وواعيتي الشهيد حسين واعيتي صلوات الله صل على محمد محمد الله يحييك الله يسلمك صح الله لسانك يا ابو جعفر صح الله لسانك وحتما راح نستزيد منك راح نستزيد منك النوب لكن شيخ اسماعيل ايضا هنا من في الجهه المقابله وله ايضا من الشعر والقصيد والكلام العذب اما اخبرتكم يا جماعه الخير يا مشاهدينا الكرام اننا اليوم في بلده طيبه ورب غفور اسال الله ان يحفظكم ان شاء الله يا رب ويحميكم ويا شيخ اسماعيل وش عندك لهذا المجلس يا شيخ اسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم الساده الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بداية الأمر أشكر فضائية سامراء وأشكر على هذه زيارتهم منا للحمة الوطنية ولجمع الشمل إن شاء الله وفي لحضوركم أقدم بالبداية قصيدة عشر بيات للحشد الشعب المقدس ومن بعدها هوسات إلى العشائر العراقية جميعا وإلى المراجع الوطن عند رجال مهيوبة وعمد الوطن عند رجال مهيوبة وعمد على حدوده دوم سهران وسند للجهاد اليوم لبينا النداء شوف كلها محزمة بعدة وعدد هاي رايتنا ترف فوق العراق
وبطل عندنا الحشد بالحومة وأسد. براية العباس ينزل بالحروب بغضب ينثر نار سيفه ما برد. عزم عنده ويعرف فنون القتال دوم رفعت راس يبقى وللأبد. كنا ندري وشفنا صولات الحسم ما يهاب الموت ساعات الشدد. حد يبقى بصولته بعزم انتصر للحشد تشهد ذبيها كل بلد. الوطن باسمه دوم خط احمر يظل تفشل العدوان لو تهجم بعد. على نهج حسين ماشي وما يزل والشهيد الطاح بالجنة خلد. ذكرى يبقى مجاد به ومفخرة بروح أضحى اليوم وفى بالوعد أقدم لكم هذه الأهازيز التي تحمل بين طياتها للحب والوفاء للوطن وإلى كل الشعب العراقي. عشائرنا لتظل معروفة بالميدان مهيوبة بزلمها ورهبة العدوان. رفعت راس تبقى وللنصر عنوان. أخوتها ومنصورة الظل وبكل ديرة منصورة الظل أمر مرجعنا راية وبيها نتصدر. لو أشر بجفة قلة تتبشر. شوي جواب. لو أشر بجفة قلة تتبشر. سر النصر بيده ومنا نتشكر. أخوتي ويتبشر. لو أشر بيده يتبشر. أنا ابن السماوة وكربلاء وتكريت. الله الله. أنا ابن السماوة وكربلاء وتكريت. وأنا ابن النجف ويا الرمادي بيت. خبرة حرب عدنا ونهجم بتوقيت. أخوتي والموصل والبصرة ويانا والموصل أنا ابن الرمادي وحلة وعمارة. عافية. شدينا العزم والخطوة جبارة. جبارة هي والله. من الموصل نزف اليوم لبشارة. ايه. اخوتي وبغداد اليوم نهنيها بلد قلعة صمود وما يمسوها. بلد قلعة صمود وما يمسوها. وتفر منها الدواعش من يلاقوها. جبل صارت بهلها وما يهزوها. اخوتي وخسران اللي يندق بيها الله 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 هب الحشد والله بطيبة افعاله. اي والله. شوح الحرب تشهد كل هالرجالة. ايه. وارث ثورة العشرين والفالة. ايه. اخوتي وعدوانة تفر ومدحور هلا بجيش العراقي وبيه رفعت راس. هلا بجيش العراقي وبيه رفعت راس. خبرة وطيب عند وغيرة العباس. بخباره يسر قلوب كل الناس. اخوتي ونتفاخر به ونتباهى بلد تبقى عزيزة وغالية عندنا. ويظل سبع الجزيرة دوم ساندنا. ابو جعفر اسد وباسمه رددنا. اخوتي ويشوف الموت العادانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بيك شيخ اسماعيل، جزاك الله خير على هذا الهوسات، صح الله لسانك، ما زال بلد بيها هالابطال وهذا الهوسات حتما عجل ما يصلون هالواويه حتما. اي والله حتى الجرذان اي بالله كفو، لانه يقول صوت الفارس كان يقول صوت القعقاع بالمعركه يعادل صوت ألف رجل او ألف فارس، هكذا انه الاصوات
والشعر اللي دائما يجيب الحماسة ويسوي وقالوها من زمان السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد، الشعراء من أجل إيش؟ حتى يرفعون، فسموها شعراء الحماسة. جزاك الله خير يا شيخ إسماعيل، بارك الله بك. من شيخ إسماعيل إلى شيخ حازم الحزم، والعرب تتفاءل بالأسماء، يقول الإنسان الحازم والإنسان اللي يكون عنده شيء من الحزم، لأن هن اثنين متقابلات الحزم والعزم. إذا كنت ذا حزم فكن ذا عزيمة، فإن فساد العزم أن يتقيد، أو كما يقولون. مساك الله بالخير يا شيخ حازم، ونسمع منك اليوم بهذا المجلس برنامج تراحيب بكاميرا سر من رأى قناة سامراء الفضائية مع أهلك وعمامك، وشيء من هالكلام اللي توجهه البرنامج تراحيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مدينة بلد الصمود، بلد التحدي، ونتمنى لكم النجاح والموفقية لهذا البرنامج اللطيف الذي يجمع أطياف الشعب العراقي. وباسمكم وباسم عشائر بلد نتقدم بالتهنئة إلى الجيش العراقي البطل، وإلى قوات مكافحة الإرهاب، وإلى القوة الجوية، ونبارك ونهنئ الحشد الشعبي المقدس كافة الانتصارات الذي يحققها على جبهات القتال، ونبارك فيكم مرة ثانية ولا كافة العاملين في قناة سامرة. والمعروف عنا إحنا البلد أولاد واحد، أرد أقول لك يا أبو فرقان إحنا بلد أولاد واحد تعرف بين الناس. إحنا هالبلد أهل غيرة وأهل نوماس، إحنا هالبلد عدنا غيرة العباس. إحنا سجلنا تاريخ للأجيال وتشهد علينا الناس. إحنا تحدينا داعش والإنجاز، إحنا بينا رفعة الرأس. إحنا يبقى حامد جار، يبقى حامد جار هو حامينا، ويخسى شارب كل واحد يعادينا، ويبقى حامد جار هو حادينا. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم وتعيش شيخ حازم العبد الكريم، بارك الله فيك. تسلم الحداد امتدادا للحداد سامرة، ها 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 ما شاء الله، يا سلام، ها 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 ها، جميل. نعم. جميل جميل جميل. كافة احنا قرايبنا بسامرة، تكريت، ديوانية، بغداد، آل الحداد الحسني، ما شاء الله. وباسمهم نتقدم بالشكر لكم، تحيات لهم في كل المحافظات. تسلم تسلم وتعيش، تسلم، بارك الله فيك شيخ حازم. احسنت احسنت، بارك الله فيك. عندنا شيخ منصور اهلنا العنزة، ايضا لهم كلمة ورسالة ايضا. وعندنا شيخ عبد ايضا، عبد الجليل أيضا راح يكون له كلمة، لكن خلنا نأخذها لنا عنزه. إذن اليوم أيضا يا جماعة الخير بهذا المجلس، والله واليوم إحنا جعد نأخذ من هذه الكلمات والحديث الجواهر. نسمع دائما من شيابنا ومن الأدباء أن مجالسكم مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها الريح واللون والطعم. إن شاء الله مجالس عامرة دوم، إن شاء الله تعالى مجالس عامرة دوم بهذا الكلام الطيب وهذا التجمع الجميل. اليوم معانا هن العنزة أيضا بهذا المجلس، مساك الله بالخير يا شيخ منصور، شلونهم هن العنزة وشلونكم، أخباركم؟ حياك الله يا هلا، ونسمع منك شيء من اختيارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نرحب بكم باسم شيوخ عشائر بلد وباسم أهالي كلها بلد القناة سر من رأى برنامج تراحيب، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم. طبعا كل الشيوخ اللي حاضرين والشيوخ اللي تحدثوا كلهم حديثهم حديث قيم، وحديث أيضا يعني إشارة إلى بالبنان، بلد يسموها بلد أولاد واحد، بلد الخير، بلد المحبة، بلد السلام، بلد الأخوة. عندنا إحنا شعار في بلد، بلد واحد، صوت واحد، قرار واحد. من نتخذ قرار أو أي صوت إحنا كنا نجمع عليه على صوت واحد أو قرار واحد، مع الحق. نعم مع الحق، ودائما نحن مع الحق، مع الحق، مع الحق. الحمد لله. أيضا نزف التهاني والتبريكات لكل عشائرنا بلد وكل العراق قاطبة،
بمناسبة انتصارات جيشنا إن شاء الله من الحشد الشعبي والقوات الأمنية إن شاء الله المباركة على هذه الانتصارات الساحقة ضد داعش الجبان. هذا المرض الخبيث اللي احنا اشتثيناه ان شاء الله من جذوره ان شاء الله ان شاء الله اشتثيناه من جذوره ان شاء الله اشتثيناه من جذوره ان شاء الله وان شاء الله اليوم الفلوجه تنتصر بسواعد رجالها الابطال وغدا ان شاء الله الموصل تكون تتحرر ايضا بسواعد رجالها الابطال وبارك الله بكم واهلا وسهلا بكم ورحبتونا ويا هلا ومرحبا يا اهلا كثيرا بارك الله بكم السلام عليكم اعنزه تواجدها هنا اعنزه تواجدها والله هنا اعنزه تواجدها يعني كلش يعني كبير ما شاء الله يعني كلش كبير تواجدها عندنا الحيادره تلقب الحيادره وهم اعنزه وعندنا القمراويين تلقب ايضا هي اعنزه وعندنا الحمزاويين ايضا اعنزه وعندنا الشاميين اللي احنا من عندهم اعنزه تواصلكم مع شيخ بهجت روحاتكم جياتكم لقائكم مع الشيوخ احنا وشيخ بهجت وباقي الشيوخ جسد واحد وروح واحد ما شاء الله كلنا قلت لك احنا بلد اولاد واحد قرار واحد صوت واحد مصير واحد كلنا مصير واحد ما عندنا اختلاف احنا كلنا يقولون لنا اولاد واحد بس احنا كل شهدانا اللي استشهدوا بسوح القتال ما تلقى واحد مكتوب الاعنزي ولا تلقى واحد مكتوب الربيعي ولا تلقى واحد مكتوب المخزومي كلها البلداوي تفاني كلها البلداوي هؤلاء هم هذا هو التفاني هذا هو فعلا يعني التضحيه اللي جسدت يعني بلدا وقولا وفعلا جزاك الله خير تسلم تسلم جزاك الله خير شيخ منصور حتما ان شاء الله العفو عندك شيء لا ما عندي شيء بس تسلم. انا تسلم وتعيش والله اكرر ترحيبي بكم يعني وانتم بين اهلكم وناسكم ويا اهلا ومرحبا بكم ويا اهلا وسهلا بارك الله فيك تسلم وتعيش شيخ عبد انت ايضا لك كلمه في هذا المجلس ونحب نسمع منك رساله توجهها عبر برنامج تراحيب عبر كاميرا سامراء الى اهلك الى عمامك الى كل العشائر اللي تسمع في العراق وفي خارج العراق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا أرحب لقناة سامراء الفضائية برنامج تراحيب نحن قضاء بلد قضاء الصمود الذي صمدت أمام الدواعش والتحديات اللي عانت عليها كل المناطق اللي سقطت على بلد ومن لم تتمكن من سقوطها وتحدث بلد كل الصعاب اللي كانت عليها وأهل بلد من الخمسينات من الأربعينات احنا نفطن حاضنين كل المناطق الأطراف بكل شيء يعني من يجون صدام مع السيارة أو حادث حركة أو فشي أو ولادة أو هذا تجي للمستشفى البلد أهل بلد يصيحون بالسماعة على دم بالمأذنة يصيحون بالمأذنة على دم أهل بلد تلقاهم بدون عرف ما يدون هذا بلداوي هذا مجمعي هذا أجبوري هذا ما يعرفون مهما يكون يجون يفرعونه بالدم ويساعدون وصار عندنا حادث بالإسحاق انفجار سيارة جابوهم جرحى البلد ودوهم أول شيء السامرة وما استقبلوهم أهل السامرة بحجة العلاج بحجة الأطباء بحجة الكادر جابوهم البلد واحتضناهم وعاني وهذا الشيخ الطياوي وشيخ حازم جون دومهم كلها دم 12 دجاجة جبناهم من البيوت ولبسناهم وهم يشهدوا لها فهاي موقف أهل بلد وعاني أبارك للشعب العراقي وعلى رأسهم السيد السيستاني صاحب الفتوى الرشيدة ها بالجهاد الكفاية على الانتصارات على الحشد الشعبي على الدواعش رفت له لا منا في الفلوجة وفي كل العراق يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلم شيخ عبد بارك الله فيك أحسنت إذن أحبة المشاهدين والمتابعين الحديث اليوم مثل ما قلنا حديث جميل وشيق وإحنا نحاول نستثمر كل دقيقة من كلمات المشايخ والوجهاء والكبار هنا علية القوم القامات الأصيلة إن شاء الله تعالى ونحب نسمع أيضا من أبو جعفر اليوم منورنا بهذا القصيدة الحلو ونقول لك صح الله لسانك والله يا أبو جعفر دائما الشعر اللي يعني يزرع المحبة الابتسامة السلام
يزرع بأنه العراق باقي، العراق اسمك موسيقى وبالقلب يا عراق، اسمك موسيقى وبالسمع راقي، وتجري بحبك دماء القلب بعراقي، كل الميامين والبقصصهم عراقي، ما يقبلون الوطن ينقسم قسم وقسم، وما نعترض على القدر ونقول كل شيء قسم، والله أنا قسمت وأثبت بهذا القسم، لو ملكونا السمة ما بدل عراقي، السمة السمة لو ملكونا السمة ما بدل عراقي. الله يحفظكم إن شاء الله ويديمكم. عراقي عراقي مأصل ورابع حليب الجاع، عراقي مأصل ورابع حليب الجاع، وشمس الكون هاي أمي العراقية، ناغاني القمر والمهد على المريخ، ويسليني الزحل والنفحة ثورية، النجم بصري، القمر نيجف نجف، والمريخ نسماته فراكية، السحاب من السماوة ويتصل بدهوك، وكعبة كربلاء أسرار قدسية، الوطن عنبر ترابه وياسمين يفوح، والوان المسك كلهن رمادية، الوطن غالي أبو فرقان وحقك أغلى من الروح، وجمع شمل الوطن تعني الجمالية، الوطن شيخ العرب ومضيف الأباشور، وحضارات أكد والغيرة عربية، الوطن صبة ومسيح وكرد والتلكيب وتركمان وعربية، يزيدية صلوات. يعني الإيد وحدة ويشهد التاريخ، ويد عراقنا سنية شيعية، الطوائف سالمة بجالك يا أبو الحسنين، وتعالوا شوفنا بالحب سواسية، احنا اهل العراق من الجبل للفاو، وعلى جبال الشمال الوان وردية، نخل الفاو شامخ على جبال دهوك، وتمر الفاو للكردية تركية، اذا اربيل صاحت تستمع ذيقار، ويردها الجنوب بشطة وبمية، واذا تكريت نادت نادت الاهوار، وفزع هور الشبايش على اليهود عليهم. نعم ابي ابو جعفر، ابي ابو جعفر اجيب ابو فرقان اجيب. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. بقت دقائق قليلة حقيقة، كثير من الناس حملنا تحية وسلام للشيخ بهجت اللي هو رئيس مجلس العشائر هنا في قضاء بلد، لكن شيخ بهجت يقول حياك الله يا شيخ ثائر، وعندك شيء نسمع منك بهذا الدقائق القليلة، ترحاب برنامج تراحيب اليوم هنا عند أهلك وناسك بقضاء بلد ومع هذا الوجوه الطيبة، إذا عندك فد كلمة أو شيء بأمر من شيخ بهجت. أول شيء تشرفنا بحضوركم، وإن شاء الله أيام النصر قريبة إن شاء الله، وإن شاء الله نعيد وعراقنا كله بخير إن شاء الله، ابن الموصل وابن الأنبار وابن الشرقاط وابن الحويجة، وإن شاء الله يعم الأمن والسلام والمحبة، وترجع خواتنا العراقيين، وإحنا أهل وعمام كلنا. فأهلا وسهلا بكم، شرفتونا وجيت خير وبركة علينا إن شاء الله وعلى العراقيين كلهم، والله يحفظكم. هذا بيت ردا على كلام الشاعر إسماعيل المخزومي حيا الله، أقول له يا حجد الكرامة وحشد حامل جار، ويا حجد الذكية فاطمة الزهرة، يا حجد الكرامة وحشد حامل جار، ويا حجد الذكية فاطمة الزهرة، عباس بلد فوق السواتر صار، ومجنون الحسين اعتنى من البصرة، عبس 100,000 عابس عندنا يدري حسين، وداعش لو اجي يطق راسه بالصخرة هاخوتيها لا ما يقدر، ويطق راسه لا ما يقدر، لا ما يقدر، ويطق راسه لا ما يقدر. يا سلام. بلداوي ونزل للساحة وتعنى، واللي يقرب على حدود الوطن فنة، هذا ابن العقيدة وما يهاب الموت،
يطلبها الشهادة وحصة الجنة. وابنك يا بلد معروف رفعت راس فارس بالشدايد والنعم منه. فخر يبقى العراقي وما يطخ الراس. فخر يبقى العراقي وما يطخ الراس. وبسوح الجهاد يموت يتمنى منصور الشهيد وغترة الأشرار. منصور الشهيد وغدرة الأشرار. بعضان الجنان اليوم يتهنى. بعضان الجنان اليوم يتهنى. إذن أحبة المشاهدين والمتابعين، هكذا هي الدقائق مع برنامج تراحيب، لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري. كيف لا تمر مرور الكرام، وكيف لا تمر مر البصر ونحن اليوم هنا في مجالس وعشائر ومضايف وقعدات وعادات وتقاليد أهلنا في قضاء بلد هذه البلدة الطيبة، وإن شاء الله رب غفور. خالص الشكر وخالص العرفان ومشكور حقيقة الشيخ بهجة عبد المجيد الربيعي رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء بلد أبو غياث، وكل هذه العشائر حتما كل حسب مقامه ومحله. بارك الله بكم يا هنا وجزاكم الله خير، ونتمنى لكم يا رب إن شاء الله تعالى أن يحفظكم الله عز وجل، وأن يحميكم من شر حاسد إذا حسد، وأن دوم هذا الوقفات ودوم هذا الهتافات ودوم هذا المواقف إن شاء الله تعالى لأهلكم وناسكم في بلد وفي خارج بلد. شيخ عبد المجيد جزاك الله خير، بارك الله فيك، تسلم وتعيش. ممنونين 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 كل عشائرنا تسلمون، بارك الله بكم. والله انتهى الوقت وما مدنا ينتهي، لكنه لابد من الختام. اي والله جزاكم الله خير، بارك الله بك، ان شاء الله تجمعنا ايام قوادم. اذا انتهت هذه الحلقه، لا يسعني الا ان اشكر ايضا الكادر الفني المتواجد هنا المتالق كالعاده ابو اثير محمد الخطاب، ومثله احمد نظير ابو مصطفى. هذه تحية المخرج سيف المهند لكم، حتى ألتقيكم في مضيف آخر ومجلس آخر ومكان آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريني أحبك والقلب ذاب، تدريني أحبك والقلب ذاب، وما همني الألم يستمر تيلين. هاي مقدمة برنامج بدبي. تدريني أحبك والقلب ذاب، وما هم للعلم يا سمرة تيلين. أذكرك من تهب النسمة والهاب، وأذكرك من نشم عطر الرياحين، وعيني شابحة يا حليوة على الباب، يا وردة راسقي وسط البساتين. أحبك ولي حب من برج الأحباب، وبرج الأحباب من برج الميازين. أبد ما شاب راسي وأصبحت شاب، اللي يحب ما يشيب له عمره ملايين. اللي يحب عنده حمية وشيمة أحباب، حميته من برج فكر المحبين. اللي يذم الحب خاب وأبد ما صاب، نقول عليه حق من المجانين. أنا حلج قصيدة بكلمة اعتاب، وريدك تسمعيها من المغنين. القصيدة من بدر شاكر السياب، من البصرة ونخلها الشام خسنين، من جنت المودة وجنت الأعناب، من ديرة بلد أم البساتين.